باسط اليدين بالعطايا. يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أعطني من خير ما أعطيت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، عطاء تحبه وترضاه، عطاء غير ممنون، عطاء ما له نفاد، عطاء أنت أهل له، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.